قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. لقد نويت يا أمي أن أصوم غداً وأن أشاركك وأشارك أبي صيام أيام الاثنين والخميس حتى أتدرب على الصيام في شهر رمضان. رائع يا نورة. فواز أيضاً سيصوم غداً. الصيام له فوائد كثيرة، فهو يساعدنا على ضبط النفس والتقرب إلى الله. أعرف، لقد قرأت في الإنترنت عن فوائد الصيام التي لا تعد ولا تحصى. أحسنت يا ابنتي. يا لها من رائحة جميلة، يبدو أن أمي قد أعدت الطعام. لقد نسيت أنني صائمة. الطعام جاهز وننتظر رفع أذان المغرب. أريد أن أشرب قليلاً من الماء، لم أعد أستطيع تحمل العطش. قد تحملت الكثير ولم يتبقى سوى القليل، فلتصبري، الوقت المتبقي على رفع الأذان قليل جداً، فإذا تحملت وصبرت ستكونين قد أنجزت مهمتك بنجاح. وكما تحدثنا اليوم عن فوائد الصيام، فهذه إحدى فوائده، إنه يعلمنا الصبر. نعم، وقد أمرنا الله بالصبر وأثنى على الصابرين. الله أكبر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل صيامنا. آمين. هل تشعرين بالسعادة الآن يا نورة؟ نعم يا أبي، هذه هي عاقبة الصبر دائما، فمن يصبر يكافئه الله في النهاية بالراحة والسعادة. وتذكروا أن هناك حكمة تقول إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة. حلوة حلوة.